عند اسبانيوري المعروفة عليها هي باللحم مفروم البقري. اليوم حاولنا نبدلو وطريقة أخرى اللي ما يأكل كما قلت اللي وخفيفة. ما يأكلش البقري هكا معناها ما يتحرمش من عند اسبانيوري هكا خفيفة وحتى في التكلفة أقل شوية وقوم معناها ماهيش أقل بنا من اللي باللحم يجربوها ويحكموا ومتأكد إنها حاجة مزيانة. أوكي يلا سيدي اليوم باش نعمل عين اسبانيورية بستيك دو دانك باش نستحقوا الكيلو ستيك دو دانت بلاش عظم حار عظم رطل بطاطا ورطل طماطم والفحات الاخرين موجودين عنا. ناخذ ستيك متاع الدانت بعد ما نظفوه بالقرص ونشلوه بالماء باش الزفورية تتنحى منه نرحيوه نفوحوه 4 صنون ثوم مرحيين شوية ملح فلفل اكحل وكركم وفلفل زينة وشوية نعناع شايح ومغرفة زيت نخلطوهم مليح ناخذ ورقة ألمنيوم ونحطوا فيها اللحم المفروم بعد ما حليناه على الورق نتاع الاليمنيوم نصفوا فيه كعبات العظم اللي صمتناهم ونلفوا عليه اللحم وبعد ما نلفوا ورقة الاليمنيوم حتى نغلفوها كومبليتمون نحطوها في بلاتو معاها 3 كيسان ماء 2 مغارف زيت ونفوحوا بشوية فلفل أكحل وكركم وكليل وريقات رند وملح نقصوا معاهم 5 كعبات طماطم وكعبة بصل ونخليهم تغلي على النار لمدة 40 دقيقة بعد نحلوا الاليمنيوم نقليوا شوية بطاطا تكون خشينة شوية نحطوا معاهم مع المكون مع اللحمة اللي تعبت يعطيك ساعة في البلاتو العين اسبانيولي بالضبط في البلاتو نحطوهم في الكوشة ونحمروهم بالنار الفوقانية نحمروهم بالنار الفوقانية لمدة 10 دقائق 10 دقائق نخرجوهم ونقصوهم جراير ومعاهم المرقة اللي طيبناها باش تبدا فيها كصوص البنينة هذيك اللي تقعد فيها العين اسبانيولية والبطاطا المحمرة وناكلوا صحة وبشفاء يا عيني نفس الطريقة تبدل اللحم بالستيك.